صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا جزيلا ولك الحمد على كل حال ولك الحمد بجميع المحامد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه ولك الحمد على ما وفقتنا لقراءة القرآن وختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أحسن كتبك نظاما وأجلها وأبينها حلالا وحراما اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن اللهم تجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان اللهم تقبله منا كاملا على أحسن وجه يا رب العالمين اللهم ارزقنا حق من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم ارزقنا ثواب من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم ارزقنا به الخير والبركة والأمان اللهم ارزقنا به الخير والبركة والأمان اللهم اختم لنا بنعمك الكثيرة يا رب العالمين ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والطغيان اللهم تقبل منا قراءة القرآن واجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد وإلى أرواح آبائنا وأماتنا وإخواننا وأقاربنا وذوينا يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا
وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك ودليلنا إلى جناتك إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن الكريم شفاء لنا، اللهم اجعل القرآن الكريم دواء لنا وحجة لنا لا علينا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم، ونور أفئدتنا بالقرآن الكريم، ونور أبصارنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن ويشقى. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا نورا وهدى يا رب العالمين. اللهم أعنا على حفظ القرآن وعلى تلاوة القرآن وعلى تدبر القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى تطبيق القرآن. أدخلنا الجنة مع القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل القرآن، واحشرنا مع أهل القرآن. يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجود والكرم، اللهم اجعل القرآن ضياء لنا وشفيعا لنا، اللهم اجعل القرآن ضياء لنا وشفيعا لنا وحجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالذاء ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاء ضياء، وبالضاء ظفرا، وبالطاء طهارة، وبالكاف كفاية، وبالقاف قربة، وبالهاء هداية، وبالواو وصلا، وبالياء يسرا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا ودعاءنا وسجودنا وركوعنا. اللهم تقبل جميع أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم ثبتنا على هذا الدين وأمتنا عليه يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ومحبتك ومحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين الصالحين من عبادك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وخذ المحسنين منا للمسيئين. اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا وتقبل توبتنا وارحمنا واهدنا وتب علينا واشفنا واعطنا سؤلنا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم من سألنا الدعاء فأعطه سؤله واستجب له دعاءه. اللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين، واعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار. اللهم إن لك عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن الذين رضيت عنهم ومن الذين رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الطمأنينة والسلامة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ودبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، بارك لنا فيما بقي من رمضان، واختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن أخذوا الجائزة في هذا الشهر العظيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من قام ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل لنا من ليلة القدر
اللهم اجعل لنا من ليلة القدر الحظ والنصيب، أكثر الحظ والنصيب. اللهم من أنزلت في هذه الليلة من خير وعافية وبركة، فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت في هذه الليلة من بلاء وشر فاصرف عنا وعن المسلمين، فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا جميع المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح لنا أولادنا، واصلح لنا بناتنا، واصلح لنا نساءنا ورجالنا ومجتمعنا، وبارك فينا يا الله، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا يا كريم يا الله يا الله يا الله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا نحن ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا دعاءنا كما أمرتنا. سبحانك قلت وقولك الحق المبين، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق المبين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقلت وقولك الحق المبين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فها نحن ندعوك يا الله يا الله. اللهم نجنا من جميع الرذائل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وجحيمها، ونسألك الجنة ونعيمها، ونسألك العلا من الجنة، ونسألك مصاحبة حبيبنا محمد في الجنة، ونسألك حسن الخاتمة، ونسألك حسن الخاتمة، ونسألك خير أعمالنا آخرها، خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العلى، وباسمك العظيم الأعظم، وبأحب الأسماء إليك، أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين، وخصوصا في الشام والعراق، وفي اليمن، وفي فلسطين، وفي فلسطين، وفي أفغانستان، وباكستان، والهند، وبرما، وكشمير، وفي جميع الأرض يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى، وارزقنا فيها صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم
اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم على الحق والدين وول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم أذن لكتابك أن يحكم وأن يسود. اللهم افتح لنا البلاد وقلوب العباد واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. أصلح أحوالنا واصلح أولادنا واصلح مجتمعنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر.